بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتوالية، الفقر والهشاشة يزحفان على ملايين المغاربة ويضعفان مستوى عيشهم، والأرقام تنذر بأفاق مستقبلية مشوبة بدرجة عالية من عدم اليقين. منذ بدء الجائحة مرورا بتوالي مواسم الجفاف والصراعات الدولية وصولا لارتفاع معدلات التضخم والأسعار، تدحرج أكثر من 3 ملايين إضافية من المغاربة تحت عتبة الفقر والهشاشة، وزادت معاناة شريحة عريضة من الأسر المغربية على خلفية تداعيات الأزمات المتوالية. وانتقل نحو 3.2 مليون شخص إضافي إلى وضعية الفقر، ب 1.15 مليون شخص، والهشاشة 2.05 ملايين شخص، وهو ما يقترب من المستويات المسجلة سنة 2014. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سلط الضوء ضمن تقرير حديث له على مجموعة من نقاط اليقظة ذات الطبيعة الظرفية والهيكلية المتعلقة أساسا باستمرار التضخم في أسعار مواد الغذائية وضعف في معدل نشاط المرأة ونجاعة الاستثمار والنقص في الأطر الطبية. وعلى غرار أغلب دول العالم، شهد الاقتصاد الوطني تراجعا في وتيرة النمو من 8% سنة 2021 إلى 1.3% سنة 2022، وهو ما يؤكد الطابع الظرفي للانتعاش الذي شهده الاقتصاد المغربي في 2021. كما تأثر بالتقلبات التي سجلت على الصعيدين الدولي والداخلي كانعكاسات موجة الجفاف المستمرة والحادة وتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 12.9%، والأثار المتبقية من أزمة كوفيد-19 على النسيج المقاولاتي وعلى الطلب الداخلي بصفة عامة. وتشير التوقعات للأسف إلى استمرار التباطؤ الاقتصادي خلال سنة 2023 مع احتمال تراجع معدلات التضخم، غير أنها ستظل على الأرجح فوق مستويات ما قبل الأزمة. المهم أنت كيف تأثرت بالأزمات المتوالية اقتصادياً؟